الحضور ديالي اليوم في مدينة أكادير هو من أجل الإحياء ديال واحد الحفل ديال القفطان المغربي. كاين بزاف ديال المصممين وبزاف ديال المصممات اللي جاوا من جميع المدن المغربية باش يديروا هاد التظاهرة هذه اللي كتوثق اللي كتخلي الجيران اللي هك يعرفوا بأن القفطان المغربي راه العالم كيعترف بأنه من 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 المورود الثقافي ديال المغاربة اللي كتلبسوا أمي وأختي وعمتي وكل شيء كيلبسوه في الأفراح ديالهم. دونك فاش كيتنادى لنا شي حويجه بحال هذيك كنكونوا حاضرين وكنلبيو الدعوه. ولي اخترت واحد اللون غنائي هو رائع جدا، الستيل اللي تميزتي به. والو الستيل اللي تميزنا به هو انا كنغني بزاف ديال الانماط، كنغني الشعبي بجميع انماطه، كنديروا فيه شويه العيطه، درنا شويه الهيت، غنينا شويه ديال الهواره اللي كيديروا هنا، كنحاولوا نقيسوا كل بلاصه كنقيسوا فيها شويه باش نحاولوا نرضيو الشعب المغربي كامل. ولي بالنسبه لي البدايه ديالك كانت قاسيه شويه بعد العراقيل. شوف حنا فين، حنا كنعيشوا في المغرب، فعرف في البدايه ديالك ضروري كتلقى، ودابا مازال كتلقى العراقيل، بنادم راه نمل دايزه كيعرض ليها صبعه ما تلقاش العراقيل انت، سي نورمال عادي. وشوف من جده اللي كيجد وكيخدم وكيتابر وما كيملش ربي حتى هو كيعاونو حتى كيوصل لذاك الشيء اللي كيحلم به. خدمتي شي عرس ما كملوش؟ وتا عراس بزاف ما كملوش، ايامات اللي كنخدموا العراس ديال الدرب وداك الشيء ديما مضاربين الدراري ديال الدرب وكتفرتك. دابا الحمد لله كنخدموا يعني في واحد كيكونوا لي كونديسيون كاملين متوفرين باش كتخدم حفله عارفه غتنجح 100%. اشوف الجاليه المغربيه لا يعلى عليها، باش نقول معاك فين اي دوله مشيتي كتلقى الجاليه المغربيه يكبروا بك يرحبوا بك يجيو يتفرجوا فيك وينشطوا معك وما كيسخاوش بك تمشي، فالله يخليهم لينا ولا لا يخطيهم عنا. وعلاقة الوالد بالسوشيال ميديا قلت لك ضعيفة بزاف، حيت كون كانت عندي مع السوشيال ميديا مزيان غتلقاني زعما من الناس اللي حاضرين بزاف في البلايص، مي انا ما كنبارطاجي غير داكشي اللي خاصو يتبارطاجا صافي، اللي كنشوفو انا خاصو يتبارطاجا، ما كندخلش في نزاعات مع الناس، ما عنديش انا كنمشي هاشم بالحيط. شو كيقول لك نزاع؟ نكذب عليك دابا والله ما تقول سمع انا كيقولها كا حيت كاميرا، والله ما كنتفرج في داكشي، ما كنت ما عمر وقتي بحوايج اخرين. الوالد كنشوف شكون هو الحنفره الذهبيه اللي واحد الدار سمعتي وقتي غنغني الشعر، الحنفره وانا ديما كنقولها في جميع المنابر كنقولها. كان كيعجبني واحد السيد في السهام، إذا كتعرفوا مجموعة السهام، كاين واحد السيد كان كيضرب البونقوسم، أنا والله ما عارف السمية ديالو غليظ، كان تيحمقني مش كيوصل لهذيك، جات الثانوية وركوب الخيل، ووليدي وليدي وليدي وليد، هذاك كنت ديما كنبغي نقلدو وأنا صغير، كان غادي في الزنقة كنغني جاي كنغنيو، ومن بعد تولعنا بزاف ديال المدارس، منهم بزاف، منهم حاجيب، منهم عبد الله الداودي، صنهاجي، شوف زينة الدو، كاع كلهم هادو اللي فايتيني على راسي وعينيا، وكل واحد خديت من عنده شي حاجه. وليد الفرصه ديالك تعطات لي؟ الفرصه تعطات لي؟ شنو الفرصه خديتها؟ قال لك تعطات لي. الفرصه في بلاصه وبيتي، زعما واش خديتي حقك ولا مازال؟ وانا حنا يلاه وصلنا مادام جالسين معاك وتتسولنا يلاه بدينا كناخذوا حقنا، مازال يلاه كنا بسم الله. الله يحفظك يا حبيبي. غيكون واحد ديو ان شاء الله. انا ما قريب مع واحد من فطاحله ديال العيطه. غادي تكون واحد الاغنيه هي عيطه من التراث، فيها مزيج بين العيطه الحوزيه والعيطه العبديه. حاليا كاين نفس وليد وكاينين بزاف، انا اضعف واحد فيهم دابا هو انا. اي واحد كيغني العربيه وبغى يدير معايا غيكون كيغني بالعربيه بغى يدير معايا دي ومرحبا على راس العين. جديد الجديد ديالي هو الاغنيه اللي ناجحه دابا الحمد لله، شكون اللي خصها قلبو انا ولا انت؟ وعندي بزاف ديال البروغرامات اللي موجودين، يعني بروجيات موجودين، لا فيديو كليب ولا دي سينجل، كنتسنى غير الاغنيه هذه تاخذ حقها، مادام نجحات كنخليو لها الوقت فين توصل لكاع الناس وصافي. في العيطه لا مازال ما واخدش حقه، لان دابا الاغنيه الشبابيه ولات طاغيه. سي بوغ سا العيطة مازال خاصنا نحيدوا عليها الغبرة، وهذا وعبد ربي جا بهذه الفكرة ديال أننا نديفلوبيو الأغنية الشعبية والعيطة ونزيدوا بها لقدام، ما يبقاوش
ما يبقاش يبان للجمهور ولا الجيل الجديد اللي منهم انا كيشوفوا العيطه بهذاك ديك الفكره ديال الستيل العروبي ولا الستيل هذا. نو انا جبت العيط من 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 المنطقه ديال الغرب وقدمته بواحد الشكل الناس كتشوف ولد مازال جون لابس مزيان كيدير بيان ابي هذه كيغني الهيت تقبلوه المغاربه ونجحت به الحمد لله. المغرب كامل من طنجه للقويره كيقول عداك وعداك عداك البوطه تيتي الحمد لله. بدل السيل مناش من الاغنيه الشعبيه لشي حاجه اخرى ما نقدرش بحال تخرج حوته من الماء. كنتغدى بهذا الشيء انا في التمثيل باغي نمثل مكذب نكون معك صريح. انا راه شوف انا راه اللي في قلبي على لساني واخا عارف شي نهار غادي نجيبها في راسي ولكن انا باغي نمثل. علاش كتشوف الوضعيه ديال الفنان اليوم؟ الوضعيه ديال الفنان في المغرب واش نقول لك دابا شي الوضعيه ديال الفنان؟ الفنان في المغرب الا تقاتل على راسو وجمع راسو ودار علاش يرجع راه كيمشي مزيان. عول على شي حد اخر اللي يوصلوا لشي حاجه راه ما غايدير والو. رسالتك لوزاره الثقافه؟ رسالتي ديال وزاره الثقافه؟ وانا مازال ما وصلتش ذاك النيفو باش غادي نولي انا اللي نعطي لوزاره الثقافه شنو يديروا ولا هذا. انا عبد ربي ضعيف ونهار اللي تبان لي الرؤيه ديالي انني قادر نقدم شي اضافه ولا نقول لهم شي يعني شي حل ولا شي حاجه نقدر نقولها. دابا انا ما كيبان لي كل شيء هو هذا.